مطعم تيست المكان الوحيد في حي الوزيرية اللي يقدم لكم هنا أكياس الجمبري. اللي يميز مطعم تيست برجر إنه نفس نوعية اللحم اللي بيستخدموها فريش، وبيستخدموا هنا العجول الرضيعة. هذا طبق الدايناميت شريمب، ما شاء الله حجمه كبير وزي ما انتم شايفين شكله جدا مشهي. ويا مساء الخير، موجودين في حي الوزيرية وتحديدا على شارع الوزيرية العام، هناك مهجة النسيم. وتغطيتنا لهذا اليوم حتكون لمطعم تيستد، وكمان حنقدم لكم خصم 25%. وهذا المطعم من الداخل تتوفر عندنا هنا مجموعة من الجلسات، وعندكم هنا منطقة المطبخ وتحضير الطلبات، وبالجهة هذه كمان تتوفر عندهم مجموعة من الجلسات. مطعم تيستد بيقدم هنا برجر اللحم بالإضافة لبرجر الدجاج، وعندهم كمان أكياس الجمبري. نعرفكم الآن على تشكيلة الأطباق الجميلة اللي نزلت. نبدأ معاكم بالبرجر اللي بيتميزوا فيه، عندكم هنا تيستد برجر، واللي حب اللغاويص عندكم هنا التشيكن فرايز، عبارة عن دجاج مع بطاطس وصوصات مع الجبنة. وهذا الدايناميت شريمب شكله جدا مشهي، وما شاء الله كميته جدا كبيرة. واللي يبغى ياكل حاجة خفيفة ممكن يطلب من عندهم هنا ليتل برجر، واللي ماله في اللحم ممكن يطلب هنا التشيكن كريسبي. ومن الأشياء اللي بيقدموها هنا عندكم أكياس الجمبري. سلام يا سلام، ما شاء الله البرجر يا مالك عندكم شكله يحمس. إيش اللي يميز البرجر في مطعم تيستد؟ البرجر حقنا اللحم الحمد لله جوسي، مرة جوسي، ونستخدم الزبدة كمان عشان تديك نكهة كمان في البرجر. والعيش الحمد لله مخصوص لنا بريوش، حق العيش البرجر اللي هو الطعم الحقيقي للبرجر يكون بالعيش البريوش. ومن الأشياء اللي بتميزهم كمان إنه نفس نوعية الجمبري اللي بيستخدموها فريش، سواء في أكياس الجمبري أو في طبق الدايناميت شريمب. بيقدموا مقاسين في البرجر، عندكم هنا الحجم الكبير اللي هو التيستد، واللي يبغى الحجم الصغير ممكن يطلب هنا الليتل. سكان حي الوزيرية محظوظين، جربنا أطباق الجمبري وعجبتنا، وكمان البرجر عندهم لذيذة. وبكذا يكون وصلنا معاكم لنهاية تغطيتنا لهذا اليوم لمطعم تيستد. ننصحكم أكيد بزيارة هذا المكان، وإنكم تستفيدوا من خصم 25%. صوروا سناب الجية، وعليكم بالعافية.